السلام عليكم، معاكم دكتور صيدلي محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن دهان عباره عن محلول بيستخدم لعلاج الصداع وعلاج الالام الروماتيزميه، وبيساعد في تسهيل من التخفيف من تعب جيوب الانفيه وحاجات تانية كتيره. معانا النهارده دهان يمكن منسي كتير وناس كتير كانت بتستعمله زمان ولسه ناس لسه بتستعمله حاليا. والدهان ده زي ما قلنا متميز في آلام المفاصل والصداع والتهابات جيوب الأنفية. معانا دهان أبو فاس. زي ما حضرتك شفتوا دهان أبو فاس ده لو فتحنا العلبة بتاعته هنلاقيه عبارة عن محلول أهو، ده بيحتوي على زيوت طبيعية طيارة زي اليوكاليبتس والكامفور والمنتول، وكمان بيحتوي على الميثيل ساليسيليت. طيب ده يا دكتور استخدمه ازاي؟ اول حاجه بدايه قبل استخدامه، هو امن جدا وملوش اعراض جانبيه ولا ليه اي مشاكل على اي مريض، اي مريض يستعمله بسهوله وامان. طيب استعماله ببساطه جدا، هنجيب نحط كده، ناخد من نفتح الازازة اهو زي ما حضراتكم شايفين، وناخد شوية صغيرين من المحلول اهو ونحطه على مكان الالم او الوجع وندلك كويس، هتلاقي بيعمل حرارة تمام. وهنجيب فوطة دافية ونلف بيها مكان الالم، لو الالم مثلا في مفصل، في الركبة، في الظهر، هيساعد كتير انه يخفف الم المفاصل والعضلات والتعب والضعف العام. استعمله كم مرة؟ اي وقت عايزه استعمال، اكتر من مرة مفيش مشاكل معاك، 3 4 5 مرات في اليوم مفيش مشاكل. كمان ممكن تستنشقوه اهو، ريحته جميلة خالص. يستنشقوه هيقلل التهابات جيوب الأنفية، كمان هيخفف الصداع. وكمان الاستعمال كمان أنا ممكن آخد القطرات دي وأحطها على الجبهة وأدهنها على الجبهة تمام، وأقعد أدلك فيها دقيقة لدقيقتين، هيخفف ألم الصداع نهائي وفي نفس الوقت هيقلل من التهاب جيوب الأنفية. عندنا دهان أبو فاس ده يستعمله الأطفال، يستعمله الكبار بأمان وفاعلية، وملوش أي أعراض جانبية، وبكام؟ بخمسة جنيه بس. يعني بخمسة جنيه هتعالج تعب والتهابات المفاصل والعضلات، وهتخفف الصداع، وهتعالج كمان نزلات البرد والزكام، لأن ممكن أستنشقه هيخفف البرد، هيخفف البرد والزكام، وهيخفف التهابات جيوب الأنفية كمان. انتوا متخيلين كمية الفوائد اللي هتعود علينا من استعمال ابو فاس؟ دهان منسي وعبارة عن اعشاب طبيعية وفعالة، وبيجيب نتائج متميزة جدا جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.